وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واقتفى أثره وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أريد أن أقف مع آية من كتاب الله سبحانه وتعالى، وهذه الآية من سورة البقرة. يقول الله تعالى: ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون. ولا تلبسوا الحق بالباطل، أي لا تخلطوا الحق بالباطل، كقوله تعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، أي لم يخلطوا إيمانهم بظلم، أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. وقال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: ولا تلبسوا الحق بالباطل، أي لا تخلطوا الحق بالباطل والصدق بالكذب. والناظر إلى حال هذه الطوائف الموجودة، الجماعات المنحرفة والأحزاب الضالة، يجد أنهم في الغالب يلبسون بين الحق والباطل، وهذا الذي أوهم الكثيرين وجعلهم يتخبطون ولا يعرفون أين يتجهون. إذا قلت لهم إن جماعة كذا من الجماعات المنحرفة، لأنهم يقولون بكذا وكذا وكذا ويعتقدون كذا وكذا، قالوا: ولكن لهم حق، والله تعالى قال: ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون. تقول لهم: يا ناس الصوفية على ضلال، ولك يا مولانا ما لكن بحفظوا القرآن وبأكلوا الكسرة وبيبنوا المساجد، دي ما لاقتكن؟ أيوة، بحفظوا القرآن ده حق ولا باطل؟ حق. بأكلوا الكسرة حق ولا باطل؟ حق. أها، بيبنوا المساجد حق ولا باطل؟ حق. طيب بنادوا غير الله، ده باطل ولا ما باطل؟ باطل، ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل، وفي آية أخرى: وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير. طيب النازل بيعتقدوا أن غير الله يعلم الغيب، ده باطل ولا ما باطل؟ والله باطل. قال تعالى: قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون. طيب كيف يلبسوا الحق بالباطل؟ شكل الرسول عليه الصلاة والسلام كما في صحيح البخاري ومسلم من رواية حذيفة ابن اليمان رضي الله عنه قال: كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني، فقلت: يا رسول الله، إنا كنا في جاهلية وشر، وجاء الله بهذا الخير، فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال: نعم. قلت: وهل بعد هذا الشر من خير؟ قال: نعم، وفيه دخن، يعني في خير لكن ما نظيف، وفيه دخن. قلت: وما دخنوا؟ قال: قوم يستنون بغير سنتي، وفي لفظ: يهتدون بغير هداي، تعرف منهم وتنكر. دي المصيبة هنا، يعني الناس لو شغلهم كله معروف ما بزول أصلا بينتقدون بالحق، ولو شغلهم كله منكر الموضوع ده ما واضح، الزول بيبعد من المنكر العاقل. لكن قالك: تعرف منهم وتنكر، يأكلوك الكسرة ويمسكوك في غير الله سبحانه وتعالى. تأكل الكسرة تقول: والله طريقة سمحة. تشوف المسجد بناه منه؟ والله قالوا بناه البرعي. أي والله زول كويس، معناه كويس بتاع شنو؟ وبنى مسجد وهدم عقيدة، أيهما أعظم عند الله تعالى؟ يا أخي رب العزة والجلال قال: أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر
وجاهد في سبيل الله لا يستوون عند الله. يعني بنى مسجد بيجاي وبيغادي قال لك إناب خطب في البلاد نزيل قل يا ولي الله إسماعيل. إسماعيل غفير ضبحوه ما عمل له شيء، قبة بركت أسي بركت عديل وقعت رب. جماعة قاعدوا يقول بين أبنية وبنعمل ليها، تبنوها ليه؟ ما كان يثبتها قبة، ما قادر يثبتها قبة، ما تامة 20 متر ما قادر يثبتها. الله ما عظيم عن السماء دي كم متر تقدر تحسبها؟ تجيب متر بيوحل، تجيب حبل خيط بجيف، ماسكة من السماء دي. إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده. يا أخي الله عظيم، نازل آسه والله يعلقون في البشر ويقول لك قوماك نزاور الأولي الأقطاب ليهم نشاور، لحد ما يقول منهم خفي الحال منهم مجاهر منهم عليم بالغيب باطن وظاهر. ده باطل يا زول، ده ده المنكر ذاته، ده أعظم منكر، كما قال ابن باز رحمه الله تعالى في شريط له بعنوان الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، قال لو كان للإسلام ركن سادس لكان الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. قال وأعظم معروف هو التوحيد، وأعظم منكر هو الشرك بالله تعالى. فدل اجمعوا بين الخير والشر، وقال احنا ما قلنا الكلام ده من باب الموازنات، ما عندنا يعني تعاطف معاهم، دارين نرد عليهم نقول لك كونه انت تجمع بين الخير والشر ده ما بحل لك. الله داير خير، داير خير ودايرك تجيه نظيف. إلا من أتى الله بقلب سليم، وكيف يكون القلب سليما وفيه تعلق بغير الله سبحانه وتعالى. ناس يتوجه إلى الله جل وعلا، دير الصوفية بيجمع كلام طويل، علقوا حجبات تراب يسفوا فيه، الطفل يسف التراب يقول لك أكه، يعني ما تسف كعب، بعد شوية تلقى عمك قال لك أكه بسف. يا حاج انت ما قبل قلت للشافع ما تسف، الطفل بتسف مالك انت في التراب؟ والله يقول لك داك فيه بركة، أخير الشافع داك أخير داك ما معتقد فيه بركة ولا غيره. والله سيشوف شايف الكتاب ده، ده كتاب الطبقات دعوة ضيف الله صفحة 198 197 قال في شيخ اسمه موسى بن يعقوب، ده بيتكلم مع الطير، الشيخ بيتكلم مع الطير عديل، ياخذ كلام عجيب جدا والله. صفحة 197 198 كتاب ده فيه كلام عجيب جدا. الزول بمشط في الشيخ، بعد شوية جاء الطيرة تكلم معاه وتكلم مع الطيرة، وتاني جاءت الطيرة التاني برضو تكلم معاه. طيب قال أيوة هذه، قال موسى ابن يعقوب الفضلي الوثيقي أما وأبا، بعدين ذكر ذكر لحد ما قال ووقعت له كرامات وخوارق عادات، منها علمه بمنطق الطير. بيعرف منطق الطير؟ الطير ده نحن ما بنعرف له منطق، نحن كبشر إلا الأنبياء زي داود عليه السلام أو سليمان، وعلمنا يا أيها الناس علمنا منطق الطير، لكن نحن الباقيين ديل ما بنعرف في عيش بيأكلوا، ده منطق الطير بنعرفه، في موية بيشربها، منطق بتكب له موية فيها سكر بيجي بعدين بتقبض الطير، انتهى الموضوع، نبلة بتنيش وبتمشي تحملها تأكلها تبسمل وتحمد الله. طيب قال منها علمه بمنطق الطير، ذات يوم هو جالس والمشاط يمشط رأسه، في واحد بمشط له في رأسه، قال قابلته طيرة بقوة البيض. مرات بيكتب بالداري القوة حاجة زي الشباك كذي وبيغاضي مكفولة، قال في طيرة جات ركت في القوة دي فسكسكت، فسكسك هو لها، الطيرة سكسكت، مش المفروض ينهار ولا يسكت؟
الشيخ ذاته سكسك ليه ما عنده أي سمت، هاي سكسك ليه والله عديل كذي. قال فطارد الطيرة ذاته طارد، بقت عاقلة وبقت مارقة، وزول بيسكسك للطير تعالي انت بتقيف معاه، قال ما شاط ذكا ما زول ما فاهم شيء. قال ثم جاءت طيرة أخرى فلما قابلته سكسكت فسكسك لها، ثاني الطيرة الثانية برضو سكسكت سكسك لها، هذا في الكتاب على الله دي كتب تستفيد منها، سكسكت وسكسك لها. هسي أنا أستفيد شنو؟ هسي دي تستفيد بتركع لله رقعة بالكلام ده، بتسبح الله سبحانه وتعالى، تفهم شنو تستفيد شنو؟ طير وما بعرف، وتمساح في الطبقات الكبرى، شوف الكتاب الأحمر ده فيه تمساح برضو لمه في بكوه، الصوفي بكى التمساح، انت باقي لك بخليك تمساح عديل خلاه كر يبكي، واحد اسمه محمد الفرغلي ده بيجاي بيجاي. طيب وده زاهر الرياض ده الكتاب الثالث ده رجع ملك الموت، قال لا ارجع، واحد قال اسمه محمد الشربيني رجع ملك الموت، الكتب ده انا حافظها والله الذي لا اله غيره. ذاك الكتاب الثالث ده ديوان لك سلام مني، قال احمد طيب البشير انقلب لاربعين، نحو اربعين نفر انقلب الشيخ تجزا في مصر تجزا للاربعين احد. ده بيجاي بتاع الفيوضات الربانية ده في نص الذكر بيجيب لك سهوب طهوب لهوب كهكهوب، ده صفحة 114 كلام طويل جدا. طيب قال فلما قابلته دي الطيرة الثانية سكسكت فسكسك لها، فقال له المشاط سألتك بالله الذي لا إله إلا هو الطيرة إن قالت لك وأنت إن قلت لها؟ قال الطيرة سألتك بالله، الطيرة دي قالت لك شنو وانت قلت لها شنو؟ والله وسكسكت لك قدامه وسكسك ليها والمشاط بيسأل فيه. قال امرأة مع زوجها وفقت بينهما، مرة وبيجاي ده زوجها، قال وفقت بينهما، بيوفق بين الطير والله الذي لا إله غيره، طير ما معروف والدبرك طلقها في فترة العدة رجع بيناتهم، وعندها عدة ذاته الطيرة بدع شوشة والدبرك وإلى آخره. يا ناس اتقوا الله ربكم والله الذي لا إله غيره، دي كلها بلاوي ولبس للحق بالباطل. طيب الصوفية ذيل الكلام فيهم يطول، وده موضوعنا الأساسي، ندعو الناس إلى توحيد الله وإلى التعلق بالله سبحانه وتعالى، وأنه النافع الذي يملك الضر، وأنه الغفور الرحيم، وأنه التواب، وأنه ملك السماوات والأرض وما بينهما، وأنه المالك للجنة يدخل فيها من يشاء من عباده، وأنه المالك للنار يدخل فيها من يشاء من عباده ممن يستحقون بعدله سبحانه وتعالى، وأنه سبحانه وتعالى على كل شيء قدير، توجه له براءه سبحانه وتعالى، وتترك عبادة من سواه وما سواه جل وعلا. ديل الصوفية بجنب هذا الموضوع بغادي تلقى طائفة تانية يلبسون الحق بالباطل كجماعة الإخوان المسلمين، يقول لك الحكمة ده حق، بعد شوية يقول لك ما أتكلموا في التوحيد ما من الحكمة ده باطل، ومصائب كثيرة خروج وبلاوي ثقيلة بجنب جماعة الإخوان المسلمين، جماعة التبليغ ولك الدعوة إلى الله ده حق، أها ودعوة التوحيد لا بتفرق الناس ده باطل، كلام ده باطل، لأن الله تعالى قال ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، وهكذا جميع الأحزاب، جيب لي حزب من الأحزاب أي حزب اختار من طرف، اختر أي حزب من الأحزاب بس جيبه، أنا بوريك الحاسب شنو، والله ديل بيجاي شايفون اللي بيتكلموا ديل أي ديل بيقول لك العدل والشريعة ده مش حق، أي بعد شوية خلطوها بتكفير باطل، تكفير بالباطل زي والله الذي لا إله غيره، واتباع للأهواء ديل بيجاي سرورية تكفيريون ده بجنبه، تمش بغادي جماعة من الجماعات الثانية جماعة حزب التحرير، تمش بجاي حزب الأمة،
تمش بغادي ما بعرف ايه، كلها جماعات منحرفة. لما تجي لناس انتسبوا للسنة كالسنة، انتوا سميتوا انصار سنة ليه؟ انتوا يا انصار السنة ليه سميتوا انصار السنة؟ بانصار السنة اسم الاسلام ماله؟ والله دارين يتميز من اهل البدع. طيب تتعاملوا مع اهل البدع ليه؟ ده مش سؤال بسيط جدا. اي وده اللي احنا بينا حال وما زلنا نبين ان شاء الله تعالى.